مصر أم الدنيا ومصر قلب أفريقيا. مصر هي معقل الدول الأفريقية والتي تستضيف بطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ 32. مباراة فيها كرة مرتدة على طول لمنتخبنا. زهران بيعدل ويلعبها جميلة خطيرة. فرصة أمامنا لمنتخب مصر. المرتدات بتبقى سلاح خطير جدا خاصة ناحية الشمال. رأس في مكان خطير اتقطعت منه. خطيرة جدا. يا ولد يا جمال. تصدي في اللقطة اللي فاتت. ادي الكرة المرتدة والفرصة عند زهران والتسديدة. لكن يا ولد على شماله خطيرة ولكن الحارس قلع القلعة وضرب الجزاء. ضرب الجزاء للمنتخب المصري. تنفيذ ضربة الجزاء محمود بيقرب والتاني. الله المنتخب المصري. الحارس جمال منتخب زيمبابوي خطير في المرتدات ويعني لازم منتخبنا يركز. هذه فرصة جول. الله يسجل امامنا اللاعب وليد ماهر الهدف الاول بصوره جميله من ناحيه اليمين. مهم جدا لمنتخبنا النهارده من ناحيه اليمين. شفناه عمل كذا اسيست وادي محاوله لزيمبابوي لكن بتمر. وشوف بيأدي مباراه من احسن مبارياته ودايما بنقول البدايات مهمه. وادي كوره مره ثانيه لمنتخبنا. منتخبنا بيعرف يلاقي نفسه بشكل كويس جدا وبيعرفوا يلاقوا بعض. في جمل شوستو لم عدى يلعب. يا ولد جوه جول. هدف المصري صاحب القميص رقم 4 محمود تامر. ارجع لنادر. نادر قميص رقم 2 المحطه الكنترول. وادي صافره نهايه احداث شوط اللقاء الثاني وفوز المنتخب المصري على منتخب زيمبابوي. هنشوف اللقاء القادم وهنتابع مع بعض النموذج واللقاءات اللي هيتم استضافتها النهارده في هذه البطوله ونموذج المحاكاه المقام هنا في مركز شباب الجزيره.